ربط سككي أم تقاطع في السكك؟ سؤال يثيره تزامن حدثين مهمين ربما يغيران وجه المنطقة ووجهة اقتصاديات بلدانها المركزية مثل إيران والعراق، وتلحقهما في التأثر والتأثير مصر والأردن. المقصود هنا تزامن إبرام الاتفاق الصيني الإيراني مع الحديث عن فكرة المشرق الجديد التي تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. فيما يخص الاتفاق الصيني الإيراني، فالمحللون يربطونه بطريق الحرير الذي كان من المفترض أن يكون العراق جزءاً منه، ويتذكر الجميع الجدل الذي احتدم عن الاتفاقية العراقية الصينية التي كان من المفروض أن تبرم في أيام رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. مدة الاتفاق الإيراني الصيني 25 عاماً ب400 مليار دولار، ويشمل الاتفاق تصدير نفط إيراني مقابل استثمار صيني ضخم في إيران. بالمقابل هنالك من يشير إلى أن فكرة المشرق الجديد التي طرحها السيد مصطفى الكاظمي يمكن أن تفهم بوصفها سكة مناقضة تذهب بالعراق إلى طريق مختلف يركز على العمق العربي ويستجلب استثمارات عربية. ودليل ذلك تركيزه مؤخرا على زيارة السعودية ثم الإمارات قبل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن خلال أيام. وفقا لهذه الرؤية، فإن سكة طريق الحرير ربما لن تمر بالعراق، في حين سيربط العراق نفسه بسكة أخرى. لكن بعض المحللين يرون شيئا آخر، وهو أن السكتين لن تتقاطعا، بل ربما تتكاملان بقرينة اتفاق العراقي على ربط سككي يمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا. والمستفيد الأول في هذا كله هو العراق، العراق الذي هو الآن في منطقة مرور لكل السكك والمصالح والطرق التجارية. من المشرق يمر طريق الحرير، ومن الغرب يمتد طريق المشرق الجديد بمصالحه المتشابكة ابتداء من مصر مرورا بالأردن وانتهاء بالعراق، ولا ننسى السكك الاقتصادية الممتدة ناحية الخليج. بالنتيجة الأمر لم يتضح بشكل نهائي، وهو يحتمل الكثير من الجدل والتفسيرات، وفي قادم الأيام يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلننتظر.